محافظة طول كرم، وإن كانت أكثر المناطق وإلى ما ذلك، وجملة من مشاريع تحضير فلسطين، آفة النخيل، يعني شوية نوتس على المواضيع الزراعية راح تكون بالتأكيد مع ضيفنا لليوم. أكيد خالد، رغم أنه كانت بداية الأمطار متأخرة شوية، الانتظار كان طويل، لكن الحمد لله يعني عم بنشوف أنه في كميات ناس، وأكيد رح نتعرف على كل هذه التفاصيل مع ضيفنا في الاستوديو. يسعد صباحك. يسعد صباحكم. صباح الخير. صباح الخير للمواطنين ولأخوتنا المزارعين. حياك الله باش مهندس براء. يعني مثل ما أشارت هبة في المقدمة أنه بالفعل تأخر المطر هذا الموسم، لكن كان في تساقطات، كيف قرأت الوضع في زراعيا؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم. يعني طبعا احنا المطر عندنا حقيقة السنة شوي تأخر عن العوامل السابقة. يعني احنا لو من خلال رصدنا لمعدلات الأمطار اللي سقطت السنة عندنا، كان لغاية 1/11 السنة اللي فاتت 2016 هاطل حوالي 15 ملي. شهر 11 تقريبا بمجمل ولم يسقط في المطر، بدأ المطر مع نهاية شهر 11 بداية شهر 12. طبعا مقارنة بالعوام السابقة، لا شهر 11 يعني العام مثلا على سبيل المثال العام كان لغاية 22/11 عندنا حوالي 150 مليمتر مقارنة ب 15 ملي في شهر 11. لكن اللي عند الله دائما احنا بنقول عند الله قريب ومش بعيد. شهر 12 عوض، كان شهر بشكل عام شهر ماطر بمجمله، بلغت معدلة هطول المطر لغاية الآن في محافظة الكرم حوالي 324 مليمتر، مع نسبته حوالي 54% من المعدل السنوي، وهي معدل وهي كمية رائعة، كمية ممتازة، والحمد لله رب العالمين على نعمة المطر دائما. يعني احنا بنحكي عن يعني فرق شاسع بين العوام، بس زي ما بنحكيها احنا انه المزارعين صبروا بس نالوا، يعني في تعويض بشهر 12 هيك اشياء. بالنسبة لتوزيع الكميات المطرية كيف كان؟ يعني احنا زي ما حكينا احنا دائما بنفضل المطر انه يكون كل شهر يعني يجينا المطر، يعني شهر 8 احنا بنتمنى المطر، لكن يعني هاي اللي يعني النهاية هي ارزاق من عند رب العالمين. يعني دائما احنا بنفضل من ناحية الزراعية انه يهطل المطر بشهر 10 وشهر 11. يعني شهر 10 خاصة مرتبط بموسم الزيتون، غسل الأشجار وغيره، وشهر 11 بالنسبة للتحضير للمحاصيل الحقلية بالذات. لكن تأخر السنة لا يعتبر تأخر يعني حاد، ولا يعتبر تأخر سلبي جدا، يعني رغم انه بنفضله انه يكون شهر 11، لكن مجرد انه هطل في بداية اول شهر 12 عدل، خلينا نقول احنا هيك بالعامية بنقولها عدل الموسم معنا، وبالتالي يعني لم تتأثر كثير المحاصيل، خاصة وخاصة المحاصيل الحقلية بتأخر هطول المطر. طب تساقط المطر، يعني في بعض بدنا نحكي بعض المناطق أخذت حاجتها وبعض المناطق زاد عن حاجتها وصار في تراكمات ما بين الوفرة والندرة في بعض المناطق، بيأثر زراعيا على طبيعة المحصول؟ يعني بشكل عام خلينا نحكي، لما تحكي هون عن محافظة طول كرم، محافظة طول كرم يعني معدل الأمطار على مستوى المحافظة كله، قلت أنا معدل كان 324 ملي، تراوح بين 306 ملي في مدينة طول كرم وهي الأقل في المدينة نفسها، في مقارنة بمنطقة علمتا بوادي الشعير حوالي 354، وبالتالي يعني لا يوجد التفاوت الكبير، تفاوت يعني منطقي قد تحدث هنا انه مرات بتمطر في منطقة في مدينة طول كرم ما تمطرش في منطقة علمتا بتصير، لكن كمعدل هو معدل جيد جدا في مثل هذه الفترة من السنة، على عكس هو بجوز حتى أكثر ما يعني من ما جرت عليه العادي لغاية هذا التاريخ. وبالتالي معدل المطر هطول المطر كان لا مناسب في جميع المناطق. طبعا في عندنا مناطق في الضفة الغربية اكيد يعني ندرة فيها المطر، زي منطقة الغور، منطقة أريحة، يعني هي كل المعدل السنوي في أريحة 280 ملي متر، مقارنة في محافظة الكرم، على فكرة محافظة الكرم معدل الأمطار فيها حوالي 650 ملي متر سنويا. وبالتالي لا، السنة كان توزع المطر في المحافظة عندنا كان توزع جيد جدا، أكثر من جيد جدا، وبالتالي هذا المخزون صح احنا بجوز في اثناء هطول المطر انه شهر كامل هو تمطر الدنيا، يعني كحاجه زراعيه لا احنا مش بحاجه له كحاجه زراعيه، يعني بجوز مطر او مطرتين، لكن على مستوى تاثيره على المخزون الجوفي على ابار الجمع الموجوده في الحقول لا كان معدل ممتاز يعني. نعم هذا الشيء بيطمئن يعني الحمد لله. طب مهندس براء، يعني بالنسبه لحكيت انه انت في ممكن تكون مؤثره سلبا يعني تساقطات الامطار، هل هناك بعض الحالات اللي اثرت تساقطها على المحاصيل الزراعيه بشكل سلبي بالنسبه لمحافظه؟ انا قلت دائما بنقول المطر يعني ما فيش فيه شيء سلبي، اكيد ما فيش سلبي، لكن احيانا ممكن لكن لا يعني لا في هذا الوقت من السنه لا يوجد فيه اي شيء سلبي، بالعكس
ومهم لكافة أنواع المحاصيل الزراعية، سواء كانت بس سرن شجرية أو محاصيل حقلية أو حتى الخضار المكشوف اللي هي المروية. يعني نزول المطر بتخفف عبء على المزارع، أنه مش مضطر أنه حتى لو صار تراكمات مياه، يعني ما في، هو الحمد لله رب العالمين حتى المطر حتى يعني في ببداية الشهر 12 تقريبا مناطق زيتة وإلى مذاك في بعض المساحات يعني كان فيه تراكمات تجمعات. هاي نتيجة إيش؟ نتيجة مثلا منطقة وديان، منطقة غرق بنسميها، يعني مثلا في عندنا منطقة الكرم في منطقة اسمها بنسميها المغرقة، يعني جاي بين مجموعة من الأمطار. بالتأكيد هذه المناطق إذا صار تجمع للأمطار وفي محاصيل أكيد بتأثر سلبا، بس بشكل عام الحمد لله رب العالمين المطر كان انسيابه بطريقة جيدة جدا. برضو السنة اتخذت وزارة الأشغال العامة والبلديات والحكم المحلي احتياطاتهم، قاموا بتنظيف الوديان، وبالتالي كانت المية تجري في مجاريها بطريقة سلسة. الأسبوع الأخير بالمطر الأخير بالعكس كان مطر خفيف، هو بسميه احنا بسميه مطر ري، لأنه يعني مطر خفيف فيش في عملية تدفقات وجريان، وبالتالي تستفيد منه الأرض بشكل كامل. حتى لو صار المطر بشكل كثيف بشكل قوي بجوز ما تستفيدش منه النباتات بشكل يعني مباشرة، تستفيد كميتها وبعدين بصير جريان. هذا الجريان وين بيروح؟ على مخزون الأبار الجوفية، وبالتالي بيزيد من مخزون الجوفي اللي احنا صيفا بنستهلكه وبنستخدمه للشرب وللزراعة ولكافة الأمور هاي. المزارعين دايرين بالهم مع الأمطار، يعني عملية التحويض مثل ما بنسميها، انسيابية جريان الماء، ولا في احتياط في محصول؟ يعني احنا خلينا نقول انه مزارعينا محترفين صاروا، يعني احنا خلينا نقول وصلوا مرحلة الاحتراف. خلينا نقولها هو استثمار في الكرم الزراعة، انت تحكي عن البيوت البلاستيكية ولا الخضار المروية، حتى البسن الشجرية المروية هو استثمار عند المزارع، وبالتالي هو بدير باله مزبوط، باخذ احتياطاته وتعلم من تجاربه، أصبح عنده خبرة متراكمة بقضية كيفية التعامل مع الأمطار، وخاصة إذا كان يعني منخفض جوي قوي. أيضا هناك برضو دور وزارة الزراعة اللي بتكون في عمليات الإرشادات، بتنبه المزارعين إنه في جاي عندنا منخفض قوي، في عندنا انخفاض في درجات الحرارة، في عندنا هذه الأمور، يعني شو الأمور التي يجب أن يأخذها المزارع. وأعتقد من خلال الإعلام أكثر مرة تم مقابلات خلال الإعلام وتوجيه رسائل لهذول المزارعين. برجع بقول إحنا مزارعنا ما شاء الله عنه مزارعنا واعي، ويستطيع إنه يدارك أي مشكلة ممكن تحدث له، إلا إذا لا سمح الله يعني صار إشي فوق الطبيعي يعني. والحمد لله لحد الآن ما في إشي. الحمد لله. بالنسبة يعني علمنا إنه في هناك آفة في النخيل في تلكرم، إيش وضع هذه الآفة؟ وهل يعني الأمر تم تجاوزه ولا شو الوضع؟ يعني أنتوا نقلتونا من الخير إلى الإيش اللي يعني عشان نستفتح بالخير بعدين ملفات لابد الحديث عنها. يعني هي خلينا نقول أول إشي، إحنا بالنسبة للنخيل عندنا في تلكرم هو مش محصول اقتصادي، بمعنى انه احنا مش استثمار، انه ولا حد بيزرع عندنا نخيل، هي عباره عن زينه، هي عباره عن اول شيء زينه في الشوارع بتكون في البلديات، وايضا حديقه منزليه، مزارع صاحب بيت بحب يزرع له نخله في الدار، وبالتالي اقتصاديا النخل لا يعتبر محصول اقتصادي في المحافظه عندنا مطلقا، واصلا غير يعني مش مناسب عندنا نزرعه، انه في عندنا بنقدر نستثمر في شغلات اخرى يعني. الان قصه افه سوسه النخيل اللي ظهر، او خلينا اسمها الصحيح افه سوسه النخيل الحمراء، هيك التسميه الصحيحه لها، هي آفة ظهرت في محافظة الكرم سنة 2015، أو اكتشفناها، مش أقول أن ظهرت، لأن فرق بين ظهرت وبين الاكتشاف. اكتشفناها سنة 2015، طبعا أول ما اكتشفناها في دير دبصون. هذه الآفة هي من أخطر الآفات التي تهدد شجرة النخيل. مشكلتنا مع هذه الآفة إنه هاي الآفة صعب تحديدها، يعني أعراضها بتظهر بعد ما تكون أجهزت على مش يعني خلينا نقول في المراحل الأخيرة من الشجرة، لانه هاي الآفة عاده بتصيب الهيكل الداخلي للشجره، وبالتالي مش بالسهوله اكتشافها، اعراضها بتظهرش بسهوله، وبالتالي لما نلاحظ انه الشجره بلشت تتعب على خلينا نقول تستوي، يعني ممكن ساعتها نصير نحدد الامور هاي. الان لما اكتشفناها في دار الاقصر، يعني صاحب بيت قال لنا انه في عندي مشكله في شجره النخيل عندنا. طبعا احنا عندنا معلوماتنا العلميه انه في شيء اسمه آفة هيك هيك، ووصلنا انه داخل الخط الاخضر الارضي 48 موجوده اللي المحاذي لمحافظه تلكرم. توجه الطاقم الفني من عندنا، طلعوا شخصوا الاصابه مبدئيا انها اصابه آفة سوسه النخيل. الاجراء الطبيعي اللي اخذناه مباشره بعدها انه قمنا بنشر او توزيع مصائد فرمونيه على مناطق محافظه تلكرم كلياتها، من قفين حتى الكفريات ومن تلكرم حتى رمين. للأسف الشديد ظهرت الإصابة بشكل أكيد، وكانت إصابة للأسف إصابة كثيفة جدا، مما أدى إلى أنه تسبب خسائر كثيرة في بالنسبة للأشجار النخيل. يعني أنا بقول صح النخيل مش محصول اقتصادي عندنا، بس اللي زرع نخلة في داره بتعز عليه كثير، وبالتالي سوت مشكلة. قمنا بعمل حملة، قمنا
بتعميم نشرات ارشاديه، واعتقد من خلال تلفزيون الفجر اكثر من مره حكينا في هذا الموضوع، نبهنا المزارع، نبهنا اخواننا المواطنين. اجراءات المكافحه يعني ما ياتي الاكل الصح لعمليه المكافحه، ولا هي عمليه بصراحه يعني تاخير لعمليه وانت اليوم الاخير؟ يعني انا لحد لغايه الان احنا بنقول انها هي تاخير لتلف الشجره لموت الشجره، يعني بنحاول قدر الامكان تاخيرها، وبنفس الوقت بنحاول الاشجار اللي مش مصابه نتفادى اصابتها من خلال عمليات المكافحه. احنا بنقول لما ننشر او نوزع المصائد الفيرمونيه هاي بتكون مراقبه لوجود الافه، وبنفس الوقت نوع من انواع المكافحه. نوصي اخواننا المواطنين، لانه هي موجوده عند المواطنين مش عند المزارعين، انه يعني دائما يهتم بشجرته، دائما الاشي القوي عنده القدره على المقاومه اكثر. قوه الشجره بتيجي من خلال تغذيتها بطريقه سليمه، تسميدها بطريقه سليمه، تقليمها، لما تعمل على تقليمها وتسميدها وريها بطريقه صحيحه، مع وجود ايضا بعض المساعدات الكيماويه مثل استخدام المبيدات الكيماويه، قد يؤدي الى انه نتجنب الاصابه الشديده في هذه. نعم، يعني المتابعه الدائمه. بدي انتقل عشان ما تحكيش عني سلبيه، يعني دخلتك للشر بدي ارجع للخير. انه قابل كل هدم في بناء هذا بنحكيها، قابل كل سقوط في طلعه. وين طلعتنا؟ احنا هلا طلعتنا بمشاريع التخدير والتشجير وهذه الامور، شو وضعها كمان؟ يعني احنا ان شاء الله رب العالمين خلينا نقول للسنه الخامسه على التوالي مديريه الزراعه ووزاره الزراعه من خلال مديريه زراعه طول كرم سنقوم بتوزيع الاشتال الحرجيه، بلشنا فيها من مع بدايه المطر، موجوده طبعا بشكل مجاني من مديريه الزراعه في مشتل مديريه الزراعه. اي مواطن عنده رغبه في الزراعه بيقدر يتوجه مباشره لمديريه الزراعه يسلم شجر الحرجي مجانا بدون اي مقابل عشان نروح خارج. اكيد الان احنا ان شاء الله بدايه من الاسبوع الجاي غالبا، يعني بديش انا اجزم يعني، بس على الاقل يعني او على الاكثر يوم الاثنين راح نبلش بتوزيع الاشجار المثمره بكافه انواعها، طبعا بناء على تسجيل مسبق للمزارعين. وبالتالي اي مزارع بيشوف بحاجه الى انه الاشتال المثمره بالذات مثل الزيتون واللوزيات الاسبوع الجاي ان شاء الله راح نباشر فيها. نعم. الاشجار المرويه مثل الحمضيات يعني لاحقا خلال الشهر هذا والشهر القادم باذن الله راح نبدا توزيعها. قديش تقريبا عدد الاشتال اللي من خلال المشروع راح ياتي الى يعني نصيب محافظه طول كرم؟ يعني احنا سنويا نوزع في محافظه طول كرم حوالي 60 الى 65 الف شتلي. السنه برضه احنا رصدين تقريبا مثل هذا العدد، وخلينا نقولها بصراحة يعني مش بصراحة، يعني نشجع الناس انه اي كمية المزارع بحاجة الها يملك ارض يقدر يكون فيها عنده استعداد يخدمها، احنا مستعدين توفير هذه الاشتال بسعر رمزي. بس احنا بنقول للمزارع احفر جورك وتوجه لمديرية الزراعة مباشرة تسلم اشتالك، واس انك المهم انك تخدمها وتكون فيها. يعني جميل. اكيد ما بدنا احسن من هيك، يعني هذه فرصه لكم مشاهدينا بانه فعلا يكون عندكم حافز، يعني هذه رساله هي بتشكل حافز لكم، حتى انه دائما احنا بنسعى للاعمار وبنسعى لكل شيء بنتطور فيه، وخاصه اهم شيء بحياتنا اللي هي الارض وراس مالنا ارضنا يا جماعه الخير، فديروا بالكم عليها. وهي يعني البش مهندس براء وكافه الرائعين في مديريه الزراعه يعني على اهبه الاستعداد ل النصائح والخدمة والإرشاد، وبشكرك جزيل الشكر لانضمامك معنا في برنامج صباح الخير. صباح الخير لكم، شكرا لكم، شكرا الفجر الجديد، شكرا لكم.